في مستشفى السعودي في عنا منظومة بتهتم بإعطاء خصوصية للمريضة من أول وصولها للمستشفى، إما عن طريق العيادات أو عن طريق قسم الطوارئ، وإتمام علاجها إما خارج المستشفى أو لدخولها للمستشفى لأحد أقسام المستشفى. يتم العناية بالسيدات الحوامل قبل الحمل وأثناء الحمل وما بعد الحمل. بتم تقييم السيدة الحامل في الطوارئ وممكن إدخالها للمستشفى حسب القسم اللي بتحتاجه. إذا كانت بحالة ولادة ممكن تدخل إلى قسم الولادة، وأحياناً إذا كانت بحاجة لعملية طارئة يتم إجراءها داخل قسم الولادة بغرف عمليات مخصصة للحالات الطارئة، وقد نضطر أحياناً لاستخدام العمليات الكبرى. بتميز مستشفى السعودي بوجود كادر مؤهل من موظف الاستقبال حتى أخصائي التخدير اللي بيقوم بإجراء التخدير والحالات الطارئة للسيدات. في قسم النسائي والتوليد احنا بميزنا وجود أخصائية نسائي وتوليد موجودة بالمستشفى على مدى 24 ساعة في حال اضطرت السيدة للحصول على خدمة طارئة أثناء الليل أو أثناء النهار، بتكون موجودة في حال ما قدر حدا من الأخصائيين اللي بتابعوها خارج المستشفى يكونوا موجودين في نفس وصولها، في نفس وقت وصولها. برضو في عنا مختبر مجهز بأحدث الأجهزة فبيقدر يعطينا نتائج سريعة في حال اضطرينا لنتائج طارئة. وجود أقسام تانية وأطباء أخصائيين موجودين طول الوقت بيساعدنا في حال احتجنا مساعدة من قسم الجراحة وقسم المسالك البولية. برضو وجود اختصاصيين تخدير مؤهلين بيساعدنا أنه نشتغل بسلاسة في حال احتجنا لأشياء معقدة أثناء العمليات، يعني ما كانت العملية ماشية بسلاسة بيكون في موجود معنا كادر بيساعدنا. ايضا يتم تقديم خدمات ما بعد الولاده لمتابعه السيده وتقييم وضعها بعد الولاده، سواء ولدت بحاله طبيعيه او ولدت عمليه قيصريه، للاطمئنان على وضعها وكيفيه الرضاعه. في مستشفى السعودي عندنا اخصائيه رضاعه بتساعد السيدات مباشره بعد الولاده على كيفيه الرضاعه الطبيعيه، وبامكانهم انهم يجوا يحضروا جلسات للرضاعه الطبيعيه ما بعد الولاده بتحديد جدول محدد. الفكرة العامة كانت لدكتور علي في مستشفى السعودي أنه يكون الخدمات مقدمة بما يسمى الطب الميسوري بدون تكاليف عالية على المريض وبأحدث الخدمات، فبالتالي المريض بيقدر يحصل على أحسن مستوى من الخدمة بتكاليف بسيطة.